الكاتبة نادين جابر، أهلا وسهلا فيك عبر صوت الغد. بونسوار رودولف، اشتقت لك ومبروك أول 10 أيام. ثانك يو، ميرسي يا حبيبي، ثانك يو، أنا اشتقت لك كثير. كنت عم بقول بالإنترو إنه من بعد للموت بجزئينه قلنا إنه نادين خلص عملت الماكسيموم، تفاجئنا هلا بعا أمل. خبريني كيف استوحيت عا أمل، كيف استوحيت القصة؟ كان من بعد مسلسل الموت يلي هو على مدار 3 سنين مسلسل أكشن، كان عبالي أكسر نمط المسلسل اللي بدي أرجع أحكي عنه، فكان الاتجاه على مسلسل اجتماعي، مسلسل بيشبه البيئات اللبنانية والعربية إلى مكان ما. فطلعت معي فكرة المسلسل بشكل مبدئي، وبعدين اجتمعت مع ناس خصهم بهذه البيئات، مع جمعيات، لحتى قدرت تركب مسلسل يمكن يعني بيشبه كتير بلدان، لأنه بيحوي على مجتمعين مختلفين متناقضين بذات البلد، وهيدي موجودة مش بس بلبنان، موجودة وين ما كان. نادين عم نشوف عايدة بالمسلسل متخلفة متعصبة، عمار شلع عم بيلعب دور متشدد ومنغلق إذا متعصب. بدك اليوم بال 2024 في بيات مثل عمار شلع؟ يه اكيد في اكيد في. ممنوع تنزل تتعلم، ممنوع تلعب فوتبول، ممنوع طبعا هنا. انا في ناس اجتمعت معهم، في ناس ما فيني اخبر اساميهم، ناس عايشين بهيك بهيك عيال. انتبه، هي منا طبعا منا بيئه، نحن ما عم نعمم، نحن حتى باهل الضيعه، يعني هي الضيعه مسمينها كفر حلم، بس حتى بالضيعه في ناس منفتحين، في عيال لا نساء وفتياتها بيروحوا على الجامعه وبيشتغلوا وبيعيشوا حياتهم، بس هيدي العيله في كتير منا، في كتير من سيف، بعدنا لهلا بنسمع نحن جرائم شرف، بنسمع ضرب، بنسمع تعنيف بجميع البلدان العربية مش بس بلبنان. اوف اوف اوف. التقيت فيهم نادين، قعدت معهم، قعدت مع العائلة اللي بتشبه هاي العائلة او لا؟ قعدت لا العائلة، الشخص يلي هو يعني بيشبه سيف لا اكيد ما بيقعد معه، بس عم بجتمع مع ضحايا هاي العيال، سمعت بضحايا هاي العيال. شفت فيدباك على يعني. شفت فيدباك على المسلسل، خاصة على موضوع الحجاب وعن العائلة المسلمة، انه في ناس كانوا عم بيقولوا انه عم يجربوا يتصيدوا اذا بدك بالمياه العكرة، ويقولوا انه تنميط للحجاب وهجوم على المفاهيم الإسلامية. مش مزبوط. لقلك ليه، نحن ما عم ندين الإسلام أبدا، بالعكس أصلا الإسلام بريء من هيك عائلة، وحي الله شخص مسلم أكيد ما بيأمن بهيك عائلة وما بيأيدها. هيدي عائلة متمسكة بتقاليد بالية، بأصول وتقاليد بالية، لا تموت بالإسلام بصلة أصلا. وما في تنميط. مثلا أنا بلا الموت كان عندي مثال العائلة المسلمة بأم محمود ومحمود. مزبوط. الشاب يلي معلم، يلي عم بكافح، يلي ما بيسرق، يلي ما بيكذب، بس نحنا بالنهاية أنا كاتبة بدي دوي على إشياء. الكاتب إذا بده يكون جبان ما في يكون جبان. أمتي خلصت ما زي ما نيك جبانة أمتي إيه؟ خلصت كتابة المسلسل من كم يوم؟ شو غيرت بالنهاية؟ أبدا ما غير شيء. بلم 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 بلم. ما تأثرت بالآراء تبع تويتر وغيرت كم شغلة وزبطت أمور؟ أبدا أبدا أبدا. لقلك ليه، لأنه أنا من أول المسلسل بكرة بس تنعرض النهاية بنعمل تلفون تاني وبقلك، لأنه أنا كنت واصل لهيدي النهاية بناء على معطيات معينة، ما فيني أقلك إياها هلا أحسن ما أفضح. سو بس يخلص المسلسل بقلك ليش كانت النهاية. لا نحرق المسلسل أنا وياك وتخبرينا شو النهاية. يلا. طيب نادين، ليه بس واحد ينجح بتم الهجوم عليه بأبشع، أو إذا بدك بأبشع كلمات أو أبشع العبارات، أو حتى يعني أنت مثلا متهمينك أنك سارق القصة من مسلسل تركي سمعت فيها أكيد صح؟ سمعت فيها. وفي كيف سرقت المسلسل؟ والله ما بعرف يعني صراحة. أنا بتفاجأ أنه نحن عن جد في كمية أشخاص نائدين بلبنان خاصة ما بيفقهوا النقد لا من قريب ولا من بعيد، بس مجرد هن بدهم ينتقدوا. المسلسل اللي عم يحكوا عنه هو موجود على النتفليكس، وحدة مذيعة وعندها بروديوسر، وهي مجوزة وعندها ولد وبروغراما أصلا وعندها بروغراما يلي بيحكي إشياء سياسة وإشياء كذا.
المسلسل ما بيشبه شيء غير انه هي مذيعه وهيداك في واحد في منتج. طب نحن اصلا خبريات الدراما تيمات الدراما هن 7-8 بالحياه كلها يعني كلهم بدوروا على هيدا الشيء. يعني هلا اذا حدا عمل دكتور ما بقى فيني اعمل شخصيه دكتور, واذا حدا عمل مذيع ما بقى نعمل مذيع. وين 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 اوجه التشابه بالمسلسل غير انه هي مذيعه وانه بروديوسر انغرم فيها وانه بروديوسر انغرم فيها انه هاي القصه اللاف ستوري اللي صايره. يعني ما المسلسل اصلا منه مبني على هيدا الشيء. المسلسل اهم من هيك بكتير وبيحمل قضايا اهم من هيك بكتير. من وين لوين وجه التشابه؟ ما عم شوفه يعني. طيب ما عم شوفه لا اراه لا اراه. يعني غلط هيدا المعلومه صح؟ طبعا غلط. بالوقاين اللي بيجي هلا بيحضر عمل بفوت بيحضر هيدا الشيء بشوف ما في خصه فيه. اوكي طيب معقول ما جبت نغرم بثلاثه تنغرم بثلاثه؟ مين خبرك هالشيء؟ لا يعني بدها مين خبرك؟ وهيك عم بحس من احداث المسلسل او لا انه بدها تنغرم بثلاثه وثلاثه ينغرموا فيها وبدها تلبط فيهم وبدها يعني مين الثالث؟ مين الثالث؟ هلا في اثنين هلا في اكيد في عندها علاقه هي وجلال الى تاريخ يعني. اوكي في شخص ثاني فات على حياتها ما بنعرف شو هو, حتحبه ما رح تحبه بعد. في واحد ما يعني مين الواحد بعد؟ ما في افضح النهايه ليه مش موجود هيدا الشيء؟ موجود عم جرب وعيك مش موجود عم جرب وعيك. بعد في شخصية واحدة اللي حتفوت على المسلسل اللي هو طلال الجردي بكون خيا 100% مش موجود غير فيه. نادين إذا بدي أخذ رأيك بكل ممثل رح أعطيك اسمه بس يعني بيكون حقيقي معي رأيك بتجرد عن الأدوار اللي عم بيلعبوها. أوكي ماجي بغصن ماجي بغصن بتعقد مع ان ليك ما تتوقع حقول عن حدا شيء مش يعني مش مظبوط انه هذا مسلسل وهو شخصياتي وهو الممثلين يعني وصلت فيهم وكل حدا منهم وصلت الشخصيه المكتوبه مثل ما لازم توصل. طبعا احلى شيء عملته ماجي بهذا المسلسل انه الكاركتر مختلف كليا عن عن عن, عن سحر. سحر القوية يسار تدعي انها هي قوية بس هي الأكشن مكسورة. فانا عم بنغرم بضعف يسار كتير. مهيار اخد حقه او بتحس انه لا ماجي بس اخد حقه؟ لا انا بعتقد انه كل الشخصيات اخذين حقهم لانه امرار مثلا هلا بتشوف انت يعني حدا بياخذ حقه بهي الحلقه حدا تاني بالحلقه التانية لانه ما شاء الله عندي انا كتير كاركترات كتير بالمسلسل فانا ما فيني بكل حلقه اكون عم ضوي على الكل. لليوم نادين لليوم قديه بنحط علامه على عامل 10؟ انا ما بحط علامه, الناس بحطوا علامه, انا ما بحط. ما في انت فيدباك الناس عندك شو بقول قديه؟ فيدباك الناس بيقول 8/10 حسب شو عم شوف. طبعا لانه اصلا ما فيك توصل لاكثر من هيك يعني. طيب شو فينا نقول للناس بالحلقات العشرين الجايين شو بنوعدهم؟ ان شاء الله يعني الاحداث حتتطور اكثر, المجتمعين حيفوتوا ببعض اكثر, الاحداث رح تقوى, السسبنس رح يقوى, كميه مشاعر, كميه احاسيس, كميه غوص بتقاليد باليه بعدنا لهلا منعاني فيها تضوي على قضايا بتعني المراه. حلو. كتير قصص. شو عم تحضري غير عمل؟ والله انا من يومين خلصت خلص وبعد ما حضرته هلا بدي بلش احضر. جواب شو بدك بلش تحضري يا عمري؟ كلهم بدي احضر. اول شيء نعمل افوكادو, بدي احضر نقطه انتهى, بدي احضر نظره حب, وبدي احضر تاج. بحب يعني ما بحب الحقبة التاريخية, ما بحب هذا الجور من المسلسل, سو ما بعتقد رح تابع. أوكي. بس الباقيين كلهم رح تابعهم, كلهم بدي اشوف لانه هلا عندي فتره. قدي ناطرة نادين 2024؟ ناطرة لا مش قصة ناطرة بس أكيد بحضره لأنه فيليب أسمر صديقي ورفيقي وحبيب قلبي, أكيد بدي أشوفه مثل ما هو عم يحضر لي وبيحكيني بعد كل حلقة, أنا كمان رح أحضر له وأحكي بعد كل حلقة. أنت عم تشوف لفيليب أو لنادين؟ عم شوف لفيليب, أنا صاحبة مع فيليب. نادين لا لا نادين أنا صاحبة, ما أني صاحبة معه على الصعيد الشخصي. أنا نادين اشتغلت معه بس أنا ما في علاقة صداقة بيني وبينه. فيليب عندي صداقة كتير قوية بينه وبينه, يعني إحنا يومك أنا وياه. حلو. كان لازم يكون فيليب على إخراج عمل لا أو كان لازم يكون؟ ما فيش فيه كان لازم, كان فيه يكون وكان فيه ما يكون. يعني كان أحلى لو كان؟
كل مخرج عنده 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 ستيلو رودولف. يعني ما فيك يعني بتكون عم يعني ما فينا نظلم حدا على حساب حدا. كل مخرج عنده ستيلو, كل مخرج عنده نظرته, ونظرة رامي مختلفة كليا عن نظرة فيليب. 100% بنوجه له تحية أكيد لرامي, نقول له عامل شغل بياخد العقل. يعطيك ألف عافية نادين, ويعطيكم ألف عافية كلكم. إيجل فيلمز على أمل من أهم المسلسلات اليوم على الساحة الدرامية اللبنانية والعربية. ألف مبروك لك ولكل طاقم العمل. وشكرا لمشاركتك اليوم, واكيد اكيد اكيد قبل ما يخلص شهر رمضان, قبل ما يخلص برنامجي على شهر رمضان, قبل ما يخلص شهر رمضان رح يكون في لنا لقاء مطول انا وياك نفضح كل شيء. اكيد اتفقنا. اوكي تيل, ثانك يو نادين. مش ماشي الحال مع رودولف هلال على صوت الغد.